اليوم نعمل مناقشة في مسائل، مش في مسائل، في أمثلة على شابتر 5. تعرف حكينا في شابتر 5 عن قوانين نيوتن، حكينا عن 3 laws of نيوتن: first law, second law, third law. first law كان يحكي عن سلوك الجسم في غياب قوة خارجية، بمعزل عن قوة خارجية. هذا الجسم if it was moving it will stay moving at the same rate. If it was at rest, then will stay at rest. Nothing will change it if there is no external force. Second law اللي هو الأهم، اللي هو force, external force equals the mass times acceleration. Well, external force is a vector quantity, so the acceleration is a vector quantity. طبعا هنا بنأكد على انه external force, because according to third law we have internal forces, we have action and reaction. If we have a system of interacting particles, then each system, each part of the system will have action on the other part, and the other part will have reaction. So every action has a reaction equal in magnitude and opposite in direction. فاليوم احنا بدنا نحل مسائل على قانون نيوتن الثاني وقانون نيوتن الثالث، نحل يعني امثله. فبنحل examples. من مجمل هاي examples نتعرف اكثر على قوانين نيوتن اكثر من المحاضره السابقه اللي كانت كلها يعني شرح وليست لمجموعه افكار. اليوم نتدرب على هذه الافكار. فالمثال الاول اللي بدنا نحله هو example 5-4. Example 5-4 بيقول we have a traffic light weighing 120 نيوتن hangs from a cable tied to two other cables fastened to a support as in figure مش مبين ان هذا بنرسم لكم اياه. The upper cables make angles 37 and 53 with the horizontal. These upper cables are not as strong as the vertical cable and will break if the tension in them exceeds 100 newton. سؤال: does the traffic light remain hanging in this situation or will one of the cables break? خلينا نشوف شو السؤال. السؤال بيقول في عندي هنا إشارة traffic light عليها الأضواء معلقة في حبل وزنها 122 نيوتن. طبعا لازم تكون معلقة بشيء ثاني حتى وإلا بتسقط. في هذا الحبل في حبلين آخرين، حبل جاي هيك وحبل جاي، حبل بميل بزاوية 37 وحبل بميل 53. هذا horizontal surface. اوكي الآن بيقول الحبال هدول بتحملوش إلا 100 نيوتن، أقصى إشي 100 نيوتن، أقصى شد for T1 and T2 100 نيوتن. إذا زاد عن 100 نيوتن بنقطع الحبل. فالسؤال بيقول بطريقة غير مباشرة بيقول لنا أوجة T1 وT2، هو بيقول لنا هل راح تضلها الإشارة الضوئية معلقة ولا راح ينقطع أحد الحبال؟ يعني بدنا نشوف كل واحد من الشدود في الحبل كم يساوي، هل هو أقل من 100 ولا أكثر من 100. أوكي الآن هذا جسم متزن. يعني شو معنى متزن؟ محصلة القوى عليه صفر، it's in equilibrium. فالآن بدنا نجي لهذا الجسم. أول شيء بدنا نعمل free body diagram، يعني بدنا نشوف ما هي القوى التي تؤثر على كل جسم. نيجي هذا الجسم عليه الإشارة الضوئية لها وزن 122
وفي هنا شد T3، لا أعلم، لأنه هذا الشد هو اللي بيحمي أو بيمنع الترافيك إنه ينزل تحت. أوكي؟ من هاي النقطة في عندنا شد أيضا T3، هاي اسمهم Action أو Reaction. هذول في أجزاء الحبل، هذول internal forces، كل جزء من الحبل في شدين متساويين في المقدار ومتعاكسين في الاتجاه. فالآن إذا الحبل هذا ثلاث، في شد هو بشد الوزن، بشد الوزن إلى أعلى، لكن أيضا هو بشد هاي لأسفل. أوكي؟ إذا بيجيش الشد لحاله جزء واحد، لازم يكون في in pairs، بيجي كل جزء في شد، شدين متساويين في المقدار متعاكسين في الاتجاه. ايضا الشد هذا T1 في شد هيك اسمه T1، وفي شد بشد الحائط T1، ايضا هنا في شد T2، وفي شد هون T2. اذا لاحظ هنا انه كل حبل في شدين متساويين في المقدار متعاكسين في الاتجاه. الان في حالة الاتزان بيكون هذا الجسم متزن. شو معنى متزن؟ معناها انه شد T3 الى اعلى تساوي 122 الى اسفل. اذا قيمة شد T3 122. طبعا هي القيمة سواء هون كان او هون، فالقيمة الشد، قيمة الشد هي 122 نيوتن. ايضا نقطة هاي متزنة، هاي النقطة متزنة تحت تأثير ثلاث قوى اللي هم T3 لتحت، T1، T2. هذولا إذا ما دام في عندنا عدة قوى وفي حالة اتزان، إذا يجب أن يكون ما دام المحصلة صفر، ما دام المحصلة صفر إذا Fx تساوي زيرو و Fy تساوي زيرو. اف اكس معناها بدنا نحلل المركبات سيني الى مركبات سيني وصاعديه. فبدنا نيجي نشوف تي 1، تي 1 هذا بدنا نحلله، خلينا نعتبر انه هذا الصادات وهاي السينات، هاي السينات هاي الصادات. فبدنا نحلل تي 1 الى مركبتين، مين بكل شو المركب السينيه لتي 1؟ اذا تي 1 كوساين 37، ومن الجهة الثانية بده يجينا تي 2، تي 2 كوساين 53. ليش؟ لأنه تي 3 بنحللها وين؟ لهي الجهة، هذيك هي الجهة. اوكي؟ إذا تي 2 هاي، إذا هاي معادلة. بدنا معادلة ثانية من ناحية الصادات. ايضا بما ان الجسم متزن، اذا في اتجاه الصادات المحصله صفر، اذا راح يكون عندنا تي 1 ساين 37 زائد تي 2 ساين 53 ناقص 122 يساوي صفر. اوكي؟ هلا عندنا سهل الحل، عندنا معادلتين مجهولين نطلعهم. ممكن تقسمهم على بعض او تعوض قيمة واحد بدلالة الثاني وراح يطلع لنا T1 و T2. في حدا بيعرفش يكمل حل المعادلتين هذول؟ راح يطلع لنا T1 و T2 اقل من 100، وبالتالي مش راح تنقطع الاشارات. يس. تي 2 ساين 53 ناقص 122، مش عندك هون تي 3 لتحت 122. اوكي؟ الجسم هون متزن ولا لا؟ متزن. يعني كيف نعرف انه متزن؟ متزن، هلا احنا بنفترض انه متزن. في الاول بنفترض بدنا نشوف كم الشد اللي بيخليه متزن، اذا طلع الشد اكثر من 100 معناها انقطع الحبل اصلا. اوكي؟ فاحنا افترضنا انه متزن. مش احنا قلنا انه اذا كان الجسم متزن معناها
تسارعه صفر. إذا تسارعه صفر حسب قانون نيوتن الثاني F تساوي الماس في A. إذا كان A صفر بيكون F صفر. إذا F صفر معناها المركبات السينية صفر والمركبات الصادية صفر. أي سؤال على هذا السؤال؟ طبعا أنا ما كملت الحل، الحل بسهولة اللي بتقدر تطلعه أنت. أوكي؟ طيب. نيجي ننتقل الآن إلى المثال الثاني اللي هو مثال 5-6. شو اتفقنا؟ أوكي. المثال الثاني اللي هو مثال 5-6 شو بيقول؟ A car of mass M is an on an icy driveway يعني مليئة بالجليد فيش احتكاك inclined at angle theta as in figure. هلا بنرسم الفيجر. Find the acceleration of the car assuming the driveway is frictionless. Frictionless يعني فيش احتكاك. شو إذا السؤال هذا example 5-6 إذا هنا example 5-6 سؤال بيقول في عندي أنا طريق لسيارة بتميل بزاوية ثيتا، في سيارة هنا مش السيارة مش مشغل الموتور، السيارة المفروض إنها يعني السائق وقفها بحيث إنه طفى الموتور، بدنا نشوف إنه هل بتتحرك ولا لا، بتتسارع ولا لا. الطريق هاي ليست طريق عادية، طريق آيسي عليها جليد بحيث إنه فيش احتكاك. أوكي، بدنا نشوف تسارع هذا الجسم، تسارع السيارة. أوكي، أو إنها بتتسارع ولا لا. فبدنا نرسم الفري بودي دايجرام اللي هو إيش القوة اللي بتأثر على السيارة؟ وزنها تحت ام جي ورد فعل السطح عليها ان. هذول القوتين الوحيدتين اللي بيأثروا على السيارة، فيش قوة احتكاك، وبالتالي هذول القوتين محصلتهم مش صفر، لهم محصلة. إذا الجسم لازم يتحرك. طبعا الجسم مسموح له يتحرك على السطح، مش مسموح له يتحرك أسفل السطح، يعني لا هو راح يطير بالهواء ولا يضغط على السطح. ولذلك دائما بدنا نحلل القوى إلى مركبات، وسنختار أحد المركبات هو اتجاه الحركة، نختار هذا هو الإكس، والواي يكون هذا الواي. فإذا اخترنا، إذا تريحنا من تحليل إن، نحلل أم جي إلى مركبتين، مركبة سينية وصادية. إذا هاي مركبة سينية شو راح تكون؟ هاي الزاوية ثيتا، إذا هاي الزاوية ثيتا، لأنهم كل منهما تكمل هاي، تتمم هاي، يعني كل منهما تجمع ل 90 مع هاي. أوكي، هلا إذا لما نحلل أم جي نحللها إلى مركبتين، أم جي ساين ثيتا وام جي كوساين ثيتا. طيب اذا الجسم متزن عموديا، عموديا الجسم متزن. ليه؟ لانه ما بيتحركش عموديا، لا بيطير بالهواء ولا بيكسر الطريق. فلما يجي يقول اف واي ايكوال زيرو، ينتج عن ذلك انه ان لفوق تساوي ام جي كوساين ثيتا. اما افقيا فلا يوجد الا قوه واحده تؤثر على الجسم اللي هي ام جي ساين ثيتا، فبالتاكيد سيتسارع الجسم. اذا نقول ام جي ساين ثيتا ايكوالز ام اي، ما دام قوة واحدة مش ممكن نحصلها صفر. اوكي؟ فبنيجي نختصر ام ما ام، بيطلع لنا اذا A باتجاه السينات او باتجاه السطح
يساوي جي ساين ثيتا. إذن سيكون تسارع الجسم هذا باتجاه السينات هو جي ساين ثيتا. طبعا إذا أعطانا ثيتا وجي نقدر نطلع التسارع. كل ما زادت ثيتا بزيد التسارع. يس. احنا قلنا هاي ثيتا زائد هاي الفا 90، والفا زائد ثيتا 90. اف واي صفر لان الجسم لا يتحرك على السطح، بتجرب الهواء السياره. اوكي، لان قلنا اذا الجسم فيش عليه قوى احتكاك سيتسارع بتسارع الى اسفل المنحدر بتسارع مقداره جي ساين ثيتا. لان المطلوب الثاني في السؤال انه اذا المسافة بين البداية ونهاية المنحدر دي جد، المسافة دي أو الزمن اللازم لقطع المسافة دي إذا كان السرعة الابتدائية صفر، إذا كان السرعة الابتدائية صفر، يعني شو بنقول؟ بنقول إنه في فاينل، بدنا أول شيء بدناش في فاينل، بدنا دي واي أو إكس. الآن إكس تساوي في نوت اكس تي زائد نص اي اكس تي تربيع. هلا اكس بدنا اياها اللي هي دي، بدنا تي. احنا في نوت صفر زائد نص بدل اكس اللي هي جي ساين ثيتا تي سكوير. من هون بنقدر نطلع تي تساوي جذر التربيع الى 2 دي على جي ساين ثيتا. ايضا مطلوب السرعه هنا، بنقول في فاينل سكويرد او في انيشال سكويرد زائد 2 اي اكس في اكس في دي يعني. فمن هون بيطلع لنا انه في فاينل سكويرد تساوي 0 زائد 2 جي ساين ثيتا دي، ومن هنا في فاينل تساوي سكوير روت 2 جي ساين ثيتا دي. اذا هذا السؤال نمط اخر، انه اذا جسم ما فيش عليه احتكاك سطح مائل بتسارع بتسارع يساوي جي ساين ثيتا. اوكي، اي سؤال؟ يعني اذا اعطانا دي بنعرف تي. يس، هو السؤال بيقول اذا كانت مسافه دي معلومه جد تي. يس، بالنسبه للثيتا كيف وجدناها؟ اللي هي الثيتا اللي فوق نفسها هي الثيتا اللي تحت. السؤال سال عنه زميلك. هلا نفس السؤال مره ثانيه. هاي عندك الجسم، هاي ثيتا، هاي العمود هيك العمود الفيرتيكال، هذا العمود على السطح. هاي قلنا هاي الزاوية زائد هاي 90، هاي ألفا. ألفا زائد هاي 90 ليش؟ لأنه هاي عمود على السطح وهاي عمودي، يعني معناها ألفا زائد ثيتا 90، وهاي زائد ألفا 90، إذا هاي ثيتا، يعني كل منهما تتمم ألفا. أوكي، طيب نيجي الآن مثال آخر. Two blocks of masses M1 and M2 حيث M1 أكبر ولا أقل من M2؟ حيث M1 أكبر من M2. M1 أكبر من M2 are placed in contact with each other on a frictionless horizontal surface as in figure. A constant horizontal force F is applied to M1 as shown. Find the magnitude of the acceleration of the system. يعني نرسم السؤال. Where's the new page? Okay. السؤال بيقول في عندي سطح، هذا طبعا اكزامبل كم؟ 7. هذا اكزامبل 5.7. في عندي انا هنا جسم سطح عليه
جسمين، جسم M1 وجسم ثاني M2، حيث M1 أكبر من M2. الجسمين موجودين على سطح فريكشنلس، فيش احتكاك في السطح، أفقي. بكون أثرنا بقوة external force F، أثرنا بإكسترنال فورس اف. اوكي، بيقول اولا جد تسارع النظام. Find the acceleration of the system. احنا بنعرف انه اذا كان عندنا جسمين معناها كل جسم فيه بأثر على الثاني بقوة. هذا الجسم الثاني بأثر على الأول بقوة، والأول بأثر على الثاني بقوة. نرسمها بلون ثاني. هذول القوتين بنسميهم contact forces، هذول بأثروا على بعض، action وreaction، action وreaction. كل واحد قيمته F، وساويين في المقدار، متعاكسين باتجاه، مش اف هاي، نو ديفرنت اف، سمول اف. اذا اذا اخذنا النظام كوحده واحده، هذول التو اف بلغوا بعض، بصير محصلتهم صفر. اذا اخذنا النظام كوحده واحده، تو اف هذول بلغوا بعض، فبصير اذا اخذنا النظام القوه الوحيده التي تؤثر على المجموعه هي اف. فبنيجي نقول حسب قانون نيوتن الثاني، F تساوي مجموع الكتل المتحركة في التسارع. إذا A شو تساوي؟ تساوي F على مجموع الكتل. وطالب تسارع المجموعة، هاي المطلوب الأول. هاي طلعنا تسارع المجموعة. مو رموز بيعطينا اياها. اوكي، هلا المطلوب الثاني في السؤال بيقول find the contact forces، يعني find small f. find small f. طبعا هنا لما نطلع small f بدنا ناخذ كل جسم على حده. لانه اذا اخذناهم كنظام بلغوا بعض. بس بدنا ناخذ الان بالتفصيل، وبالتالي بدنا ناخذ كل جسم على حده. طيب، هلا نيجي سالنا سؤال، ما هي القوى المؤثرة على M1 لحاله؟ مش بس F و F الحمراء. دكتور، هو صار F الحمراء عشان لما انضرب بالجسم الأول. لما بده، أنا الآن بدي أجي أحرك هذا الطاولة، أوكي؟ الطاولة بدها تحرك شيء ثاني، أوكي؟ فإذا معناها بتضغط عليها. الجسم الثاني بيضغط بالعكس، أوكي؟ بيقاوم. فإذا معنى ذلك القوى المؤثرة على M1 هي F ناقص small F. إذا نجي نقول هيك، أوكي، سؤالك كويس. شو عرفنا إنه الريد F هي الأكبر؟ إحنا ما قلنا إنه أكبر وأصغر، إحنا قلنا إنه هذا الجسم بأثر عليه كابيتال F من هون وسمول F من هون. طبعا عرفنا إنه هاي أكبر، ليه؟ لأنه المجموعة بدها تمشي هيك، إنه M1 بده يمشي بالاتجاه F، معناها F أكبر. F الحمراء إلها علاقة بكتلة الجسمين، هلا بنشوف إلها علاقة بكتلة الجسمين، وبالتالي فبنيجي نقول forces on M1 شو بكون عندنا؟ F ناقص F تساوي كتلة M1 في تسارعه اللي هو تسارع المجموعة في F على M1 زائد M2. إذا الفورس on M1 F ناقص F small F تساوي M1 في F على M1 زائد M2. هاي التسارع اللي طلعناها من الأول، لأنه M1 و M2 لهم نفس تسارع السيستم. فبنيجي نطلع F، إحنا بدنا نطلع F، شو نقول؟ ننقلها على الجهة الثانية، بصير لنا F ناقص M1 F
على M1 زائد M2. وهذا شو بيعطيني؟ بيعطيني إنه هاي وحدة المقامات M1 زائد M2، هاي فيها F مشترك، فعند M1 زائد M2 ناقص M1 تساوي F. نختصر M1 مع M1، شو بطلع الجواب؟ M2 F على M1 زائد M2. إذا القوة F هاي سواء كانت اللي لليمين الحمراء أو الشمال أو اليمين الحمراء أو الزرقاء تساوي M2 F على M1 زائد M2. إذا هي القوة تعتمد الآن على الكتل. القوة تعتمد على الكتل، أوكي؟ طب السؤال اللي بيطرح نفسه، لو كانت القوة اللي أثرنا فيها من جهة الأصغر، من جهة M2، تأثير الكتلة الصغيرة أكبر من تأثير الكتلة الثانية، يعني هل السمول F بتتغير ولا بتضلها زي ما هي؟ هذا كان سؤال في كتاب قديم كنا ندرسه فيزياء، سؤال فيه زي نكتة إنه عندنا جسمين صخرتين، هاي صخرة وهاي صخرة ثانية وبينهم إنسكت حشرة. هلا السؤال بيقول إذا إحنا بدنا نعذب الحشرة أكثر بدنا نفقصها أكثر، هل لازم نأثر بقوة من هون ولا من هون؟ من جهة الأصغر ولا الأكبر؟ شو رأيكم؟ من جهة الأصغر، المنطق. يعني معناه ذلك إذا جينا أثرنا بقوة من هاي الجهة بنتوقع تكون القوة اللي بينهم قوة الأكشن والرياكشن أكبر. خلينا نشوف مظبوط ولا لا. هلا القوة هاي لما أثرنا من الجهة من هون كانت M2 F على M1 زائد M2، بينما لو جينا عملنا بالعكس، لو كان عندي أنا كان عندي هذا F هذا M1 هذا M2 أثرنا من هون بF، طبعا التسارع مش رح يتغير بس القوى اللي بينهم رح يكون ان في هنا قوة تؤثر على هذا الجسم خلينا نسميها F وقوة تؤثر على هذا الجسم F متساويين في المقدار متعاكسين في الاتجاه. لو جينا حسبنا رح يطلع ان F في الحالة الثانية تساوي M1 F على M1 زائد M2. مين أكبر؟ هاي F ولا هاي F؟ التحتة. ليه؟ لأن M1 أكبر. شو قلنا M1 أكبر؟ معناها وهذا صحيح. إذا معنى ذلك إذا شدينا من هاي الجهة بصير عندنا الأكشن والرياكشن أكثر، يعني بتتعذب البعوضة أو الإنسكت أكثر. وهذا منطقي. يعني إذا أنت جيت بدك مثلا تضغط إشي هون وجبت الكتاب، ضغطت الكتاب من هون اللي هو أخف من الديسك، ولا تيجي تضغط من الديسك من هناك على الكتاب بصيرش هنا قوة. فإذا معنى ذلك إذا دائما تضغط من جهة الأقل. هذا سؤال بأول شيء في اعتماد على إنه الرياكشن والرياكشن متساويات في المقدار متعاكسات في الاتجاه، أيضا اعتماد إنه إذا أخذنا السيستم ككل الاكشن والرياكشن بيلغوا بعض، وين بهمونا اكثر لما ناخذ كل واحد على حده. اوكي، في حدا له استفسار عن هذا المثال؟ نيجي لمثال اخر. A person weighs a fish of mass m on a spring scale attached to the fish attached to the ceiling to cool show that if the elevator accelerates either upward or downward بدنا نشوف الاكسلريشن في حالة الارتفاع وفي حالة الانخفاض، بدنا نشوف انه بتغير للوزن. يعني السؤال زي المصعد، يعني وانت في المصعد الكل فيكم
لمن يطلع في المصعد بشوف ما يلي، انه اذا المصعد في الاول ما تطلع فرضا من بي 6 كلية العلوم ل 2 فرضا بدوش يوقف المصعد، فاول شيء بتشوف جسمك ثقيل كانه انت ثقلت اكثر كانه وزنك اكثر، بعدين لما قبل ما يقرب على 2 قبل ما يوقف بصير يعمل تباطؤ، لما يتباطأ بصير تشعر حالك انك اخف، تشعر فيه انه بده الان يوقف فصار يتباطأ وبالتالي انت شعرت اخف. كيف هذا بتجسد في المثال اللي موجود عندنا؟ في المثال اللي موجود عندنا بيكون عندي انا إليفيتر مصعد، المصعد هذا معلقين فيه احنا بواسطة ميزان زنبركي فش، الفش هذه لها وزن ام جي لتحت، وطبعا الزنبرك بيأثر بقوة لفوق اللي هو تنشن، خلينا نسميه تي، الزمرك بيأثر بقوة لفوق اللي قوة الزمرك أو تي خلينا نسميها. الآن في حالة كون المصعد واقف أو بتحرك بسرعة منتظمة بنقول إنه في حالة اتزان، يعني نقول هنا F elevator is at rest or moving with constant velocity. بيكون F T تساوي M G. يعني إذا كان المصعد واقف أو بتحرك بسرعة منتظمة up or down يعني تسارعه صفر، بيكون قراءة الميزان الزنبركي هي وزن الجسم تماما، T تساوي M G، T يعني قراءة الميزان الزنبركي وM G هي وزن الجسم. بس افترض إنه المصعد يتسارع إلى أعلى، خلينا نشوف. إذا المصعد بتسارع لأعلى معناها مين أكبر راح يكون، تي ولا ام جي؟ تي، لأنه الجسم بتسارع لأعلى. إذا بنقول اف إليفيتر إز أكسلريتنج أبوردز upwards with A تسارع A، بيكون في الحالة هاي T ناقص MG هاي محصلة القوى المؤثرة على الجسم M، شو تساوي؟ كتلته في A حسب قانون نيوتن الثاني، المحصلة هي تي ناقص ام جي، اوكي؟ هاي المحصلة شو تساوي؟ الماس في الاكسلريشن. إذا في الحالة هاي بيكون تي اللي هو وزن الجسم يعني الظاهري the apparent weight of the fish شو تساوي؟ ام جي زائد ام اي، يعني بيكون الوزن أكبر، بتشعر السمكة أو بنشعر إن السمكة أكبر زي ما أنت بتشعر بوزنك لما المصعد صاعد الى اعلى بتسارع تشعر انك اثقل، هاي الوزن صار مش بس ام جي زائد ام اي. طيب لو كان نازل الى اسفل، لو كان الاليفيتر الى اسفل، ذا اليفيتر از اكسلريتنج downwards، شو بنقول؟
بنقول تي مين اكبر الان راح يصير عندنا؟ ام جي راح تكون اكبر، ام جي ماينس تي تساوي الماس في التسارع. تسارع للاسفل، اذا من هنا تي شو تساوي؟ ام جي ماينس ام اي. ام جي ماينس ام اي بمعنى اخر انه سنشعر ان الوزن ممثلا ب تي اللي هو الابيرنت ويت، يعني الوزن الظاهري للجسم، اقل من وزنه الحقيقي، لان وزنه الحقيقي ام جي بمقدار ام اي. اوكي، اذا هذا المثال يعني بدلنا على انه اذا الجسم كان متسارع الى اعلى او متسارع لاسفل بتغير وزنه الظاهري، بيكونش وزنه يساوي وزنه الحقيقي. اذا كان متسارع لاعلى بيكون وزنه الظاهري اكبر، واذا كان متسارع لاسفل بيكون وزنه اقل. اما اذا كان بسرعه منتظمه فالوزن الظاهري هو نفسه. اوكي، مثال اخر: when two objects of an equal mass are hung vertically over a pulley, the arrangement is called Atwood machine. Determine the magnitude of the acceleration and the tension. شو السؤال بيقول؟ السؤال بيقول إذا كان عندي أنا، إذا كان عندي بكرة، البكرة هاي معلقة في سطح أفقي بخيط، البكرة بمر عليها حبل معلق في جسمين M2 وجسم هنا M1. إذا كانت M2 أكبر من M1 مثلا، طالب الآن إذا كانت M2 أكبر من M1 معناها ذلك أنه الجسم المجموعة كيف بدها تتحرك؟ يتحرك هيك، بده ينزل هذا وهذا M1 بده يطلع، البكرة راح تضلها ثابتة. طبعا هنا بدنا نفرض في الأول أن البكرة مهملة الكتلة. We neglect the mass of the pulley. في شابتر 10 راح نرجع ونعاود ونقول إنه البكرة إلها كتلة. راح يختلف شوي الوضع عندنا. أوكي، بس الآن البكرة ما لهاش تأثير إلا نقل الحركة. نقل الحركة. أوكي. لأن إذا M2 نزل لتحت M1 بده يطلع لفوق. الآن الجسمين مربوطين بحبل واحد، معناها لازم يكون لهم نفس السرعة، نفس التسارع للجسمين، طبعا نفس القيمة للسرعة. ليش؟ لأنه واحد بينزل تحت واحد بيطلع لفوق بنفس السبيد، بس الاتجاهات مختلفة، بيكون لهم نفس قيمة التسارع. أوكي، لأن طول الحبل ثابت. يعني إذا تحرك هذا 5 سنتيمتر لتحت، هذا بده يطلع فوق 5 سنتيمتر، معناها سرعة الجسمين كقيمة ثابتة وتسارع الجسمين كقيمة ثابتة. أيضا بما أن البكرة مهملة الكتلة، فإن الشدين أو الشدود في أجزاء الحبل متساوي ككل. يعني راح يكون عندنا هنا وزن M2G، هنا شد T، هنا شد T، هنا شد T، هنا شد T. إذن كل أجزاء الحبل فيها نفس الشد، نفس القيمة. يس، السبب إنه البكرة مهملة الكتلة. في المستقبل لما نحكي إنه في كتلة راح نقول إنه في شد هون بيختلف عن هون. أوكي، بس الآن كل الشدود متساوي بسبب كون البكرة مهملة الكتلة. الآن هذا الجسم أيضا عليه M1G. طب نتوقع إحنا إنه مين أكبر، M2G ولا T؟ M2G. إذا نجي نقول M2G ناقص T تساوي M2A، تساوي كتلة الجسم نفسه بتسارعه. أما بالنسبة للجسم 1 مين أكبر؟ T. لما نقول T ماينس M1G تساوي M1A،
إذا الجسمين لهم نفس التسارع. لو جينا جمعنا المعادلتين معا بنختصر ال T مع ال T بطلعنا M2G ناقص M1G تساوي M1 زائد M2A. إذا تسارع الجسم تسارع المجموعة A تساوي M2G ناقص M1G على M1 زائد M2. يعني نعرف من هاي المعادلة كم التسارع. If we want T نرجع نعوض في أحد المعادلتين. طبعا إذا أعطانا إياهم أرقام بنحل من هاي المعادلة بنطلع A نرجع نعوض في المعادلة أي واحد من الثنتين بنطلع T. أوكي؟ إذا هاي مجموعة الأمثلة اللي حليناهم المفروض يعطونا شوية فكرة عن تطبيق قانون نيوتن الثاني. المرة الجاية رح نكمل حل مسائل أمثلة.